المحافظات الفلسطينية. نعم منير، يعني اليوم دائما وكما قلت هو كالمعتاد، والإسرائيلي والاحتلال الإسرائيلي يمارس القتل اليومي على الأرض الفلسطينية وخاصة استهداف أهلنا في القدس المحتلة. يعني هل أكل تضعنا في آخر المستجدات حول ما تم إعلان عنه لاحقا باستشهاد الفلسطينية التي أصيبت قرب باب السلسلة؟ يعني هناك تضارب أنباء. أولا الفتاة البالغة من العمر 30 عاما بعد أن أدت صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك توجهت نحو أفراد من شرطة الاحتلال في باب السلسلة، وحسب الادعاء الإسرائيلي أنها كانت تحمل أداة حادة وحاولت طعنهم فتم إطلاق النار عليها واستشهادها. بيان الشرطة الإسرائيلية خلق حالة تضارب كبيرة عندما تحدث عن أن الشهيدة من منطقة قباطية قضاء الخليل، ونحن نعلم قباطية قضاء جنين. نعم قضاء جنين. نعم هناك اسم متداول لإسراء خزيمية من منطقة قباطية على أنها الشهيدة وأنها فقدت منذ يوم أمس وأن عائلتها تبحث عنها، وأن قوات الاحتلال أيضا اعتقلت شاب قبل قليل في مدينة القدس على ما يبدو وحسب الادعاء الإسرائيلي أنه قام بمساعدة الشهيدة وإيصالها لمدينة القدس. نعم يعني منير، هل من أحداث حاليا بعد استشهاد المواطنة الفلسطينية في باب السلسلة؟ حاليا كل أبواب المسجد الأقصى وأبواب البلدة القديمة مغلقة، لا يتم السماح للمواطنين بالدخول إلى المسجد ولا البلدة القديمة. هناك أنت تعلم سوق تجاري كبير جدا في البلدة القديمة، وهناك عشرات المدارس، يعني ينتظر المئات من الطلاب كما يردنا من صور عبر مجموعات الواتساب ينتظرون حتى تسمح شرطة الاحتلال بدخولهم إلى مدارسهم في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، وهذا جزء طبعا من إجراءات التنكيل والتضييق على المواطنين في مدينة القدس استمرار من قبل الاحتلال. نعم زميلي منير، يعني أيضا يعني إسرائيل دائما تدعي بأن هناك محاولة عملية طعن لجيش الاحتلال، محاولة يعني هذه كما قلنا التمثيلية والمسرحية التي تمارسها إسرائيل على الأرض، هل من إثباتات وخاصة أن هناك الإعلام العبري هو ما أو المصدر المعلومي الدائم في القدس المحتلة لهذه المعلومات، هل من معلومات بأن هناك كانت محاولة طعن أم هذه ادعاءات إسرائيلية كما تعودنا عليها؟ يعني دائما الادعاءات الإسرائيلية في كل لحظة يمر فيها أي مواطن أي شاب أي فتاة أي رجل فلسطيني من أمام جنود وشرطة الاحتلال المنتشرين في معظم مناطق وأحياء مدينة القدس، تقوم الشرطة على الدوام باستفزاز الشبان وتفتيشهم، وكثيرا ما تحدث أمور مثل الخروج عن السيطرة من قبل جنود الاحتلال، وهناك من يعاني من أمراض فلسطينية نفسية، هناك من لا يحب مشاهدة الشباب الفلسطيني بالشوارع أو على درجة باب العمود، ومن هنا تأتي أحداث إطلاق النار واستفزاز الشبان الفلسطيني. هذه رواية إسرائيلية، هذا من جانب. من جانب آخر، حتى إذا ما كان هناك محاولة طعن من فتاة صغيرة السن لا حول ولا قوة لها، هل يجوز فقط إطلاق النار عليها؟ هذه سياسة إسرائيلية للقتل المتعمد، يعني يمكن لجنود الاحتلال حتى لو فرضنا أن هناك محاولة طعن السيطرة على الفتاة بسهولة واعتقالها، ولكن السياسة الإسرائيلية المتبعة هي إطلاق النار بحجة حماية الجنود وتوفير الأمن لهم. نعم الصحفي منير الغول من القدس المحتلة، أشكرك على جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل ويسعد صباحك. شكرا. إذن مشاهدينا ومتابعينا مكملين معكم.